مساكم الله بالخير وحياكم الله بداية حلقة جديدة من برنامجكم الدوري مع وليد على SBC وإذاعة جدة FM. نرحب بضيوف حلقتنا اليوم، كابتن سلطان اللحياني معي أبو أحمد، ومعنا كابتن محمد فودة، ومعنا من الرياض طارق النوفل، ومعنا من القاهرة كابتن سمير عثمان، ومعنا من سيهات زميلنا العزيز محمد الشيخ. اليوم نقدر نقول أنها ولع الدوري، ونشوف ترتيب الدوري الآن. ثلاث فرق تتصارع ما قبل النقطة 50 في بطولة الدوري الأمير محمد بن سلمان. ثلاث فرق: هلال، شباب، اتحاد. 48 48 45، هذول الثلاثة الآن اللي يتصارعون بشكل رئيسي على تحقيق بطولة هذه النسخة بطولة الدوري. باقي للهلال نقطتين، شباب نقطتين على الـ50، والاتحاد باقي له 5 نقاط، والاتحاد طبعا قاعد تحت ينتظر مستني الزلة. يا ويلك ترمش. طيب طبعا الدوري الآن راح يتوقف بسبب مشاركات في تصفيات المجموعات. في الرياض مجموعتين، هلال ونصر في دوري أبطال آسيا، وعندنا في الأهلي أيضا في ملعب رديف الجوهرة راح تكون مجموعة. ثلاث مجموعات موجودة في دوري أبطال آسيا، وبعد كده نرجع على أول الشهر، على الشهر الجاي 7/5 إن شاء الله راح نبدأ نستكمل بقية جولات دوري الأمير محمد بن سلمان. اليوم طبعا ما في شك فوز الشباب، فوز عريض على الباطن بـ4 أهداف، فرحة كبيرة لمحبي الشباب، رجعة الفريق للتنافس على بطولة الدوري بشكل قوي فنيا. طبعا إيفر بانيجا اليوم كان هو عريس الليلة، عريس الليلة اليوم بانيجا بالأداء اللي قدمه والهدفين اللي سجلهم أيضا من ضمن الأربعة، والباطن دخل في نفق. نجي للديربي اللي أقيم في المنطقة الشرقية في الدمام، جمع القادسية الاتفاق مع القادسية في دوري الأمير محمد بن سلمان اليوم. يعني نتيجة مؤلمة للاتفاقيين، 3 أهداف مقابل هدف. فريق القادسية اللي صاعد هذا الموسم إلى دوري المحترفين استطاع أن يحقق فوز عريض وقوي جدا على الاتفاق، ويعني وكشف حال الاتفاق الفريق الذي يستحق أن يأخذ جائزة التذبذب في دوري الأمير محمد بن سلمان. تخيل اتفاق 10 فوز 10 خسارة والباقي تعادلات، يعني لا يوجد تذبذب فني أكثر من كذا. تابعت اليوم اللقاء اللي أجراه المدرب السعودي خالد العطوي بعد المباراة، وتكلم أنه يعني الأسباب الحظ وعدم التوفيق، وأن احنا مفروض نفوز، والهواء كان شوية والرطوبة كانت والكراسي كانت مؤثرة والأرضية كانت مؤثرة طبعا أكيد أنا لما أبغى أعرف إيش صاير بالاتفاق بالتأكيد لن أسأل الكابتن العزيز خالد العطوي، لأنه يعني فرصة عمر. يعني لو ترأس الاتفاق أي شخص غير خالد الدبل لن يصبر الصبر هذا. احنا كلنا ندعم المدرب المواطن، وبالتأكيد جمهور الاتفاق يعني عندهم رغبة في ان الاتفاق يحقق شيء، وكان عندنا امل كبير ان خالد العطوي يستطيع ان يكون خليل الزياني اخر، بس خالد العطوي مو خليل الزياني، لا هو بذكاء خليل الزياني، ولا هو برؤية خليل الزياني، ولا هو بقيادية خليل الزياني. فانا اعتذر اذا كان في وقت من الاوقات انا كنت اعتقد ان الكابتن خالد العطوي سيكون خليل الزياني، لا أقلل منه كشخص، رجل له قيمته واحترامه وتقديره ورجل مجتهد، بس الاتفاق وجمهور الاتفاق ومحبي كرة القدم في المنطقة الشرقية من الصعب أن صبروا موسم كامل على اجتهاد، اجتهاد في اجتهاد في اجتهاد في اجتهاد في اجتهاد. يعني وكثير من الجمهور الرياضي اللي هو يشجع الاتفاق متعاطف مع الكابتن خالد العطوي، يعني مبسوطين ان يكون في تجربه لمدرب مواطن على حساب الاتفاق، نجرب يا اخي ادعموا المدرب المواطن. طيب ايش رايكم تاخذونه عندكم؟ يقول لك لا 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 يا شيخ، لا 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 خلوه عندكم. ما يصير الاتفاق، هل اصبح ملزوم انه يعني الاتفاق عليه انه قدر الاتفاق ان يكون هو له دور في بناء المدرب المواطن؟ انت ما انت اتحاد القدم، ولا انت وزاره الرياضه، ولا انت اللجنه الاولمبيه، ولا الاتفاق مكلف ضمن رؤية الرياضة في المملكة أن يقوم بدور تفريخ المدربين للرياضة السعودية. يعني أعطي فرصة الحقيقة 25 مباراة، والموسم الماضي أنا أهنئ
الاتفاق من رئيس أعضاء شرف ومن عبد الرحمن الراشد إلى أصغر واحد في الاتفاق، مرورا بمجلس الإدارة، مرورا بكابتن عمر بخشوين، الشخص هذا اللي ما يبين. كابتن عمر بخشوين هو المسؤول فنيا مع خالد العطوي عن ما يحدث في الفريق، عمر بخشوين ما يبغى يطلع في الصورة، واعتقد كابتن عمر بخشوين له دور كبير في اقناع الاداره والضغط عليها لاستمرار الوضع الفني في نادي الاتفاق. عمر بخشوين لازم اسمك يطلع، لازم قاعد كذا متخبي، لا تطلع يا حبيبي، لازم تبين للناس وتطلع في اي حوار ان شاء الله عن طريق المركز الاعلامي، تطلع تدافع عن وجهه نظرك، لانه اللي قاعد يصير في الاتفاق الان، الاتفاق لم يحظى طوال 20 سنه بالدعم المالي اللي توفر له في السنتين هذه، لم يسبق للاتفاق. يعني كابتن خالد العطوي أخذ اللي حلم فيه كل مدربي الاتفاق في ربع قرن من حيث الإمكانيات والتعاقدات. يا رجل في لعيبة أرقامهم، لعيبة بالذات غير السعودية أرقامهم عالية، بس ماني شايف شيء، ما احنا شايفين شيء. إذا فريق زي القادسية بكل احترام وتقدير جاي صاعد يهزمك ثلاثة أصلا وشكله الفني أفضل منك، الآن صعب أنك تسوي شيء. بس بالتأكيد أنه بعد نهاية الموسم إذا الاتفاق قرر أن يستمر بنفس الوضع الموجود، فهنا اتضحت الصورة أن الاتفاق إمكانياته وأحلامه وطموحاته على قده، وهذا شيء جيد أن يعلنوا الاتفاقيين وإدارة الاتفاق تعلن تقول إحنا على قدنا وهذا طموحاتنا. يا جمهور المنطقة يدعم القادسية، يدعم الفتح، على الأقل ها يمكن في أمل. الفتح في أمل، جاب الدوري مرة ومرة قريبة، يعني من 8 سنوات اتفاق بالشكل هذا، ولا يجيب الدوري عام 2075 بهذا الشكل. عموما نعطي الكابتن خالد العطوي يعطيه العافية ومع إدارة الاتفاق يعطونا فرصة، يعني 5-6 مواسم جاية إذا ما هبط الفريق للدرجة الثانية بالشكل هذا. نبدأ الحلقة بالعناوين. وزير الرياضة يتوج أبطال بطولات السباحة السعودية في جدة. صراع الدوري هلال شباب اتحاد والهبوط 11 مرشح. الشباب يضرب بالأربعة عبر الباطن ويهدد صدارة الهلال. بانيغا يرقص التانجو في الحفر والبلطان يهنئهم من المستشفى. القادسية كشف حال الاتفاق بالثلاثة والعطوي يشكو من الأخطاء. الهزيمة العاشرة للاتفاق تعكس تذبذب فني وإمكانيات محدودة. الفتح يهزم الفيصلي ويقفز لمراكز الوسط ويضغط 4 أندية بالترتيب. الهلال يوقف إعلان الأهلي بطلا لدوري الشباب ويؤجلها للنصر. يارا الحقباني تحقق بطولة التنس السعودية المفتوحة للسيدات. فولاذ الإيراني يتأهل لمجموعة النصر السعودي والبداية الأربعاء. حياكم الله من جديد، الدوري مع وليد على اس بي سي واذاعه جده اف ام. رحب بمشاهدينا عبر البرسكوب والمشاهدين ايضا اللي انضموا لنا الان عبر قناه البرنامج في يوتيوب. جدد الترحيب بضيوفنا اليوم، محمد الشيخ معي من سيهات، حياك الله ابو عبد الله. هلا هلا ابو بدر، احييك، حي الزملاء والمتابعين الكرام. الله يحييك، ورحب ايضا الكابتن الاستاذ طارق النوفل، حياك الله ابو محمد. يا هلا والله وسهلا ابو بدر، امسي عليك وعلى الساده المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات كمان. الله يحييك كابتن ابو سلطان. الله يحييك ابو بدر، امسي عليك امسي على الساده. غيروا طيب، حد يقول شيء غير، يعني نفس الكلام، يعني ما في واحد هلا والله اليوم كانت المباراه اي حاجه غلط يعني ها. ليش هي لازم نمسي ابو بدر، نمسي على المتابعين والمشاهدين والمستمعين والمستمعات، نمسي على ابو محمود وابو فهد وعلى الزملاء. طيب شلون تسلموا على بعض قبل البرنامج يا اخوي؟ خلاص ارتفع ضغطي وخذ الاخوان كمل علي ترى اللي كافيني عشان كذا لازم اي انا راهد مين اللي كافيني. حياك الله ابو فهد. يا هلا يا ابو بدر، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين. طبعا اليوم مباراه الباطن والشباب
شاهدنا حكم من فنزويلا. ايوه. شباب وصغير واسمراني. ايوه. ولياقه بدنيه ما شاء الله تبارك الله عاليه جدا، لكن عنده شويه ايش؟ ملاحظات. لا نحط عليها تمليح حتى يطلع. شوف 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 الخبره، شوف الخبره شلون. ها شوف الخبره. مرحب فيك اخ محمد الشيخ. مرتين. اي. رحب كابتن سمير. اهلا وسهلا كابتن وليد بحضرتك وبالساده الزملاء واللي بيسمعونا في الراديو دلوقتي في العربيه في اذاعه جده وكل الناس اللي بيتابعونا في التلفزيون وفي القنوات الفضائيه كلها. بس عارف نظره عيونك يعني احس انك مرهق كانك ما نمت اليوم كويس. فعلا شويه. صح؟ اي شوف يعني. ايوه. الف الف سلامات اول شيء على المدام. الله يسلمك. ان شاء الله الله يعديها ان شاء الله على خير ان شاء الله. شكرا شكرا كابتن. كمامات يا عم خذوا بالكم، الوضع صعب في كل مكان يعني. والله بنعمل كل الحاجات الاحترازيه بس خلاص يعني يعني ربنا يستر على الناس كلها. هو الحلو انك يعني تطلع معانا سكايب، يعني لو صار عليك حجر الحين ولا حظر ولا عزل ولا لا سمح الله جتك كورونا انت. ما انا قاعد ما انا اعتبر في حجر برضه دلوقتي يعني في البيت. طيب اليوم طبعا نتائج مباريات جولة 25 لدوري الأمير محمد بن سلمان كانت نتائجها على النحو التالي: الشباب فايز على الباطن 4-1، والفتح فاز على الفيصلي 3-2، والقادسية فاز على الاتفاق 3-1. والترتيب طبعا عرضنا لكم إياه قبل قليل: الهلال في الصدارة، الشباب الثاني، الاتحاد الثالث، التعاون الرابع، النصر الخامس، الاتفاق السادس، الأهلي السابع، القادسية الثامن، الفتح التاسع، الرائد العاشر، أبها الحادي عشر، الفيصل الثاني عشر، الباطن الثالث عشر، ضمك الرابع عشر، الوحدة الخامس عشر، والعين السادس عشر. والأخير شوف كم فريق مهدد بالهبوط، يعني من يمكن الفتح يعني كأنه يعني اليوم بعد فوزه فلت شوية، بس برضو الفتح مهدد، الرائد مهدد، الأبها مهدد، الفيصلي مهدد، الباطن مهدد، ضمك مهدد، الوحدة مهدد، يمكن الوحيد اللي يعني ها نقول ما سحب البوردنج بس يعني العين يبدو لي انه يعني خساره كبيره الحقيقه. العين كان ودنا يستمر معنا لكن بالرصيد هذا يحتاج الى معجزه حتى يبقى. العين يعني محتاج يجيب 10 نقاط في 5 جولات وكل مباراه اصعب من يعني وضع صعب. اعتقد العين شبه هبط الان، التهديد بالذات موجه للوحدة وضمك في المرحلة الأولى يعني كهدف أول، يليه الباطن، يعني نقدر نقول الباطن ضمك الوحدة هذول يدورون في دوامة خطرة جدا، يليهم الفيصلي أبها الرائد، يعني هم بعد المرحلة الثانية الخطر الأكبر. الفتح لو نشوف الفتح 34 والثامن، ارجع يا شيخ أعطني الصفحة لك. الفتح والقادسية ها يعني ذولي أقل خطورة بس البقية في وضع صعب. وبدر الموسم هذا نقاط البقاء أعلى من الموسم السابق، في الموسمين السابقة كان النقاط 31 في الموسم الأول مع الموسم الثاني كان 33، أعتقد النقاط للبقاء هذا الموسم حتزيد عن 36 نقطة. فنتكلم حتى القادسية مهدد، لا زالت النتائج في أيدي الأندية، فأعتقد أن المباراة المباشرة بين الفرق المهددة بالهبوط هي من تحسم الأمر، وان كان اعتقد ان تقارب النقاط حينتج عنه مفاجاه في اخر الدوري، ولكن على ضوء المستويات الاقرب العين ومن ثم الوحده ومن ثم الباطن هما الاقرب للهبوط، خاصه بعد تطور فريق ضمك، وان كان ضمك كذلك ولكن التطور اللي حصل لضمك في المباراه الاخيره تفوز على الاهلي وتفوز على النصر اعتقد انه يوضح لك قيمه اللاعبين اللي يمتلكها فريق ضمك. طارق صعبه تحت مؤخره الترتيب فيها يعني كانك تشوف دوري الدرجه الاولى. صح لهذا الموسم بكل تأكيد كل الفرق متقاربة بما فيها حتى فرق في وسط الترتيب. الفتح ينتصر انتصار واحد يهرب ويقفز قفز كبير جدا ويهرب نوعا ما، يعني حتى لو مباراة أو مباراتين فاز فيها أو تعادل أعتقد أنه في مأمن. القضية ما في لعبة الكراسي قاعدة تمشي بشكل كبير جدا وفي عصف كبير جدا في مؤخرة الترتيب. الدوري هذا الدوري غريب بكل تفاصيله غريب. الوحدة اللي كان في الدور الأول نقول كان يتكلمون على أنه قاعد يتقدم يصل مراكز متقدمة والشخص الوحيد وهذا يحسب له يحسب للبرنامج الكابتن سلطان اللحياني اللي كان يتحدث عليه يقول نتمنى بس أنه الوحدة يبقى
وهذا الشيء في بعد نظر واستقراء للمستقبل الوحده. فانا بالنسبه لي اقول لك اللي مصدوم منه هو الوحده، حجم الدعم الكبير اللي جاء الوحدة، حجم اللاعبين، نوعية اللاعبين، نوعية المحترفين، الاهتمام الكبير اللي جاء للوحدة، ولكن في الأخير تجده الآن في مركز لا يليق إطلاقاً لتطلعات ومحبين الوحدة اللي أعتقد الأغلب يحب الوحدة ويتمنى يشوفها في الممتاز. العين ودع من وجهة نظري، ضمك قاعد يقدم مستويات كبيرة جدا، أنا أحد اللي توقعت هبوطهم ولكن خذل توقعي، وأنا بالنسبة لي وجود ضمك فريق كبير مثل ضمك مهم جدا. نعم. عموما أنا أرجع أقول لك أنه لعبة الكراسي حتى آخر جولة ممكن تتفاجأ بفريق يهبط ما كنت أتوقع. محمد الشيخ، وإحنا نشوف الترتيب حتى أنت شايف الناس اللي في المقدمة ينزفون كانوا نقاط وصارت متقاربة، يعني ما في فجوات في فارق النقاط، يعني ممكن فرق المقدمة لو يخسرون جولتين ثلاثة تلاقي الوسط طلع في المقدمة واللي كانوا بيهبطون ممكن يصير رابع، يعني قصة غريبة. كل المتغيرات في هذا الموسم غريبة جدا، وكمية النقاط سواء في فرق المنافسة على اللقب أو المؤخرة توضح لك أنه هذا الموسم بالفعل استثنائي مختلف عن الموسمين الماضيين. الموسمين الماضيين يعني الهلال خلص الدوري ب 72 نقطة، النصر قبله خلص الدوري ب 70 نقطة، اليوم يدوب البطل ممكن يوصل إلى 56 ما يكسر ال 60، ما يقدر يكسر ال 60، ما يكسر ال 60، بينما كسر هذا الرقم حتى والعدد الفرق 14. فتخيل الآن مع زيادة الفرق، مع الواضح انه تاثيرات العام الماضي واللي قبله كان نتكلم على انه اللي يجيب 33 نقطه يبقى، اليوم عندنا 34 نقطه ولا زال في مباريات ومع ذلك لا يضمن البقاء، وبالتالي بالفعل هذا الموسم هو موسم استثنائي على الاقل في شكل المنافسه ونقاطها، ويبدو لي اثر كورونا كله مسيطر على الفرق. سامي الجهني على هاشتاج البرنامج يقول فريق الشباب اليوم ممتع ويضرب بالرباعيه، والله الفريق الممتع اليوم والشباب رجعته برضو تعزز من قوة وقيمة الدوري. اليوم في ديربي الشرقية القادسية يفوز على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بكل جدارة. القادسية يلعب الكرة العرضية الآن خطيرة، الله الله، لكن الراية مرفوعة، الراية مرفوعة، والتسلل لقطة كانت رائعة. ميلبورن الأسترالي كان موجود في هذا، بعد الفرص تأتي الأهداف، فرصة وفرصتين وثلاثة، وبالتالي التسجيل هنا، هروب مرة أخرى وخطيرة أمام المرمى، لكن تسلل على وليد أزارو، هالمرة كان متسللا. الهدف الأول، إسبرية الآن يتقدم ويسجل دانيلو إسبرية، سيعطي المباراة أكثر إثارة حتى سوزا عند الثابتة، الآن يلعب العرضية الخطيرة أمام المرمى للتعادل، شوط المباراة الأول، شوف الكرة وأزارو، إسبرية يريد أن يتقدم، نعم، القادسية في المقدمة مرة أخرى، القادسية في المقدمة مرة أخرى بفضل إسبرية، لكن شوف إسبرية حطها، يا سلام، الصراع والكرة، لم يحرك ساكنا نبولحي، وإسبرية جمدها المرة في المرمى، منتصف الملعب ربما أشوف هنا ثلاثية قدساوية، هاتريك إسبرية من نقطة الجزاء، ألف مبروك للقادسية. اليوم ناصر الدغيث الرئيس نادي القادسية، تعتبر هذه آخر مباراة يترأس فيها نادي القادسية قبل الجمعية العمومية، واستلام الأستاذ أحمد غدران رئاسة مجلس إدارة نادي القادسية. والله يا ناصر الدغيث سلمك يا أحمد غدران، النادي في أفضل وضع، الله يعينك
على المرحلة القادمة. ألف مبروك لكل محبي القادسية، كل عشاق القادسية، وكل سكان مدينة الخبر. قبل ما نتكلم عن هالديربي نسمع صوت الجمهور ونقطة نظام. مساك الله بالخير يا أبو بدر، صراحة ما قصر الدبل، حط لنا فريق حواري على مستوى. أول شيء أقول بشوف وجهك يا أخ وليد كيف مع هزيمة الاتفاق، وهذا دائما تحكم في خالد العطوي. خالد العطوي يمدحتوه أعطته أكثر من حقه، خالد العطوي أعطته أكثر من حقه والله العظيم. شوف كيف هو مستوى الاتفاق. وبارك على الرقم المميز اللي حصل على بانيقا 10 من 10، وهذه مناسبة برضو كمان أقول لأبو الوليد الحمد لله على السلامة خالد البلطان. سؤال فني، هل فيصل مسرحي يستاهل منتخب أو لا؟ محمد الشيخ، فيصل المسرحي يستاهل المنتخب؟ مع كل الاحترام فيصل المسرحي لا يستحق أن يكون الحارس الأساسي في القادسية، مش يكون في المنتخب. الحارس الأساسي لا يستحق، ولو كان هناك حارس أفضل لكان وضع القادسية أفضل من هذا الوضع. شو رأيك طارق النوفل؟ فيصل المسرحي قدم مستويات كبيرة، لكن هذا الموسم بكل أمانة يعطيك مباراة إيحاء أنه هو رقم واحد في الحراسة السعودية. في مباراة ثانية تقول مثل ما قال أبو عبد الله لا يستحق إطلاقا أن يكون حارس الأول. فدائما أنت لا يمكن أن تعول على لاعب مستواه متذبذب بهذا الشكل. طيب نقطة نظام أخرى نسمع صوت الجمهور. مسي عليك أبو بدر على ضيوفك الكرام، نهدي هذا الفوز العريض لرمزنا ورئيسنا خالد البلطان ونقول الحمد لله على السلامة وما تشوف شر يا رمزنا وقايدنا وضريبة تعبك اليوم في رجال في الملعب يهدونك الفوز، وألف ألف مبروك لكل شبابي، وإن شاء الله إن شاء الله أن الدوري يرضخ لنا السنة هذه مشيئة الله، نفرح نهاية الموسم بالدوري. أبغى أسأل حبايبنا اللي معاك الآن من يتوقعون لمين يتوقعون البطولة؟ الآن أصبحت حائرة، شباب هلال اتحاد، واليوم الشباب سواها والله أعلم مين البطل. أبغى تسألهم بس مين البطل؟ أسعد الله مساك يا أستاذ وليد، وألف ألف مبروك العشاق العميد، وإن شاء الله الدوري. كنا نتمنى النقاط الثلاث، لكن كان الاتحاد هو الأجدر بالفوز ونقاط الثلاث. مبروك الاتحاد وجمهور الاتحاد، حظ أوفر للهلال وجمهوره. أخص بالتبريك للأستاذ علي خالد الغامدي من الباحة. السلام عليكم وليد الفراج، بنيقة إضافة جميلة وكبيرة على الدوري السعودي صراحة، شكرا خالد بلطان. محمد الشيخ، بنيقة إضافة؟ صراحة تتمنى عندنا 3 4 5 مثل بنيقة. بنيقة علامة فارقة مش إضافة، علامة فارقة في الدوري. أنا قلت أنه هو العالمي الوحيد من تنطبق عليه كلمة عالمي هو بنيقة فقط في دورينا، لاعب عالمي بكل المواصفات. طارق النوفل شو رأيك؟ بلغة الأرقام هو رقم واحد، لو أخذت بالإحصائيات أكثر لاعب مرر ب 2059 وأكثر من صنع فرصة، ثاني أفضل من قام بالعرضيات، كل الإحصائيات كلها تقول بنيقة رقم واحد، ويكفي اليوم أنه أول لاعب يحقق العلامة الكاملة 10 من 10 في التقييم. طيب سلطان يقول لك الدوري لمين؟ المنافسة للثلاثة، ولكن أقرب إلى الآن حسب النقاط الفائز مباراة الشباب والهلال أقرب له، وإن كان مسيرة الاتحاد في الخمسة الجولات القادمة الماضية القادمة أسهل القادمة كقيمة مباريات، لأنه يلعب مع فرق أقل منه مستوى، ولكن الاتحاد دائم يتعثر مع الفرق اللي ما تكون منافسة. فهل الاتحاد حينهي الخمسة الجولات يكسبها جميعها؟ كيف حتكون الآلية؟ كيف حتكون الفرصة؟ كيف حتكون الظروف بشكل أجمع؟ ولكن أعتقد كأولوية للهلال أولا والشباب، من سيكسب هو اللي تكون له الأولوية بشكل أكثر، ومن ثم الاتحاد. ريماس علي على تسأل تقول سؤال الكابتن سلطان اللحياني، هل الهلال سيكون منافس قوي في آسيا في ظل تذبذب مستواه في الدوري؟ سيكون منافس على المجموعة، سيكون منافس، ما يمتلك الهلال من عناصر قادر على المنافسة، ولو نشوف العناصر الموجودة في الهلال تقريبا 80% هي من حققت البطولة، فبالتأكيد كدوري مجموعات هو المنافس الأول في مجموعته، وبعد التأهل هناك في تغييرات على حسب التشكيل وحسب القرارات اللي يختارها
الجهاز الإداري للهلال كقيمة مدرب أو تغييرات على المستوى الأجنبي، هناك حيكون في المراحل الأخيرة حيكون في تغييرات لفريق الهلالي. طيب عندنا هنا عبد الله بن عمر يقول لبانيجا متعة بصرية في ظل التشوه البصري مع باقي المحترفين بالأندية الأخرى. لا هذا كذا عاد كذا أنت كنت قاسي أخوي عبد الله في الرأي. يقول تدفع في لاعب قيمة 4 لاعبين ويغنيك عن عن هالأربعة، الكيف أهم من الكم. صحيح، بانيجا من لحظة استقطابه صفقته كانت حديث وسائل الإعلام العالمية مو بس السعودية. قيمته اللي حضر فيها في حال انتهاءها في أوروبا كان الأبرز، كبطولة الاتحاد الأوروبي كان الأفضل، لما حضر كان تأثيره هذا الواضح. بهذه القيمة بالتأكيد الرهان عليها حيكون ناجح، وما حصل من بانيجا خاصة مباراة اليوم، يعني مباراة اليوم فارق بشكل كبير. يعني أخذنا حالات مباراة اليوم الوحيد اللي كان يقود الفريق الشبابي بشكل أجمع، الأربع الأهداف تسبب بداية في ضربة الجزاء الأولى وسجلها، تسبب بالهدف الثاني بالصناعة، سجل الثالث وصنع الرابع. قيمة توضح لك قيمة هذا النجم في هذه المباراة وفي كل مباراة الموسم كتأثير فني وكأداء وكقيادة وكتوجيه وكبصراحة إبداع الفريق الشبابي، وهو من العلامات الرئيسية لمن صنع هذا التفوق للفريق الشبابي. تحسب الإدارة الشباب استقطاب نجم بهذه القيمة وصناعة منظومة معه تصنع الفارق وتصل للمنافسة. طيب هذا على هاشتاق يقول حارق قلبك فوز الشباب يا وليد، على أساس أني أنا شايفني ناصر الهويدي يعني رئيس نادي الباطن يعني ولا إيش؟ يقول ممكن يقول عشان الهلال، وإذا ما زبطت قل عشان الاتحاد، وإذا ما زبطت قل عناد في طارق النوفل، وإذا ما زبطت نطلع فاصل أحسن. وزير الرياضة يتوج أبطال بطولات السباحة السعودية في جدة. صراع الدوري هلال شباب اتحاد والهبوط 11 مرشح. الشباب يضرب بالأربعة عبر الباطن ويهدد صدارة الهلال. بانيجا يرقص التانجو في الحفر والبلطان يهنئهم من المستشفى. القادسية كشف حال الاتفاق بالثلاثة والعطوي يشكو من الأخطاء. الهزيمة العاشرة للاتفاق تعكس تذبذب فني وإمكانيات محدودة. الفتح يهزم الفيصلي ويقفز لمراكز الوسط ويضغط 4 أندية بالترتيب. الهلال يوقف إعلان الأهلي بطلا لدوري الشباب ويؤجلها للنصر. يارا الحقباني تحقق بطولة التنس السعودية المفتوحة للسيدات. فولاذ الإيراني يتأهل لمجموعة النصر السعودي والبداية الأربعاء. حياكم الله من جديد، الدوري مع وليد على SBC وإذاعة جدة FM. ضيوفي اليوم كابتن محمد فودة وكابتن سمير عثمان من القاهرة، من الرياض طارق النوفل، ومن سيهات محمد الشيخ، ومعي هنا في جدة كابتن سلطان اللحياني. مباريات الاتفاق المتبقية، يلتقي يوم 17 أبريل الجاري يلتقي مع الوحدة في مكة المكرمة، بعد كذا في 14 مايو يلعب بالاتفاق مع الشباب صعبة، بعد كذا يلعب مع الباطن في الحفر يوم 19 مايو صعبة، يلعب بعد كذا مع الرائد في الدمام يوم 25 مايو صعبة، يوم الأحد 30 مايو يختتم مشواره مع الأهلي في جدة صعبة. نجي على الجانب الآخر، نادي القادسية يلعب مع الرائد في مباراته في الخبر الجمعة الجاية 16 أبريل، أيضا مباراة صعبة، بعدها يلعب مع الأهلي في جدة صعبة، يلعب القادسية مع الفيصلي في الخبر 19 مايو، ومع الفتح في 25 مايو في الأحساء، ويختتم الدوري مع أبها في مباراة في الخبر 30 مايو. والله كله ما في شيء سهل. كابتن سلطان، الديربي
ديربي مبروك القادسية حضوف الاتفاق. أعتقد أنه المباراة كانت على شوطين، شوط أول تفوق في الاتفاق في الاستحواذ وحتى في الخطورة، وأعتقد أنه من أول الدقائق ضاعت فرصة لأزارو هدف محقق. لو نشوف اللقطة مع الشباب، انفراد لأزارو بالدقيقة تقريبا 9، كان ممكن هذا الهدف يسهل المباراة للاتفاق، خاصة أنه كان مستحوذ قبلها وكان صانع فرص بشكل أكبر. لو نشوف لقطة أزارو الانفراد اللي هي هذه اللقطة، شوف يعني انفراد مع المرمى استعجل فيها، أخذ قرار قريب، يعني ممكن أنت تراوغ الحارس، ممكن تحطه يعني تستخدم أي طريقة غير هذه الطريقة. هذا الهدف كان حيسهل الفرص أو حيسهل المباراة فرق الاتفاقي، وهذا ما عانى منه فرق الاتفاق إهدار الفرص في طوال الموسم. بالإضافة للفرق القادسية بمنهجية واضحة، بدفاع منظم قيادة فيتاس ويليامز، بظهيرات تصنع الفارق بالتحول الهجومي، بثلث هجومي بصراحة كان حسن العمري هو أبرز اللاعبين فيه، خاصة في الطرف اللي نقطة ضعف فريق اتفاق. هنا يحسب للمناعي أنه عرف نقطة ضعف فريق اتفاق، خاصة بعد الغيابات اللي حصلت، وأن الظهير الأيسر فريق الاتفاق من أول موسم هي النقطة الضعف الرئيسية فريق الاتفاقي، واستفاد من أخطاء فريق الاتفاق. 3 أخطاء تسببوا في 3 ركلات جزاء هي الأخطاء اللي غالبا تطيح فريق اتفاقي وتمنع أي محاولة للعودة. 3 أخطاء بصراحة من اللاعبين أعتقد أنها هي من أحبط فريق اتفاقي. في المقابل فريق القادسية صنع بعد التسجيل وبعد التقدم عرف كيف يعني يستنزف فريق اتفاقي في عملية التمرير، يستنزف فريق اتفاقي حتى في التحولات الهجومية بعد اندفاع فريق الاتفاق، استحق النتيجة خاصة بعد التقدم. يحسب القادسية تنفيذ ركلات الجزاء لأسبرية مثال ونموذج واضح، 3 ركلات جزاء بمنهجية واضحة، بتسديدة بصراحة محكم توضح لك قيمة اللاعب وقيمة المدرب اللي يوكل المهمة للاعب الأجدر في عملية التسديد. فهذا مثال لكل الأندية أن اللاعب اللي يكون مميز في عملية التسديد هو المرشح الأول، وهو من يعطى التعليمات من المدرب، وهذا ما صنعه فريق القادسية. مبروك له، بعد تعثر في 6 جولات ماضية عاد بفوز مهم في ديربي الاتفاق. أعتقد أنه الغيابات الكبيرة في خط الهجوم تحديدا السديتي والكويكبي هي منظرة الفريق الحالة الهجومية، بالإضافة إلى غيابات خط الدفاع اللي مستمرة مع الفريق، وبالإضافة إلى الخلل الرئيس لفريق الاتفاقي خط الدفاع وتنظيمه وتحديدا في الظهير الأيسر. يعني إلى أي درجة أنت تحمل الجهاز الفني في الاتفاق كنسبة مئوية مسؤولية ما حدث اليوم؟ هو في النهاية الجهاز الفني أبي رقم 70% مباراة اليوم. ليش؟ أول شيء عملية المباراة كنت الأفضل، وخاصة بعد التأخر أخطاء الدفاع تحملها الدفاع، ولكن في تغييراتك كشفت دفاعك بشكل أكبر. تعويضك للأسماء خاصة في خط الدفاع كان تعويض الرهان عليه خاسر، أخطاء الدفاع كانت واضحة، سنوسي في الظهير الأيسر تسبب بضربة جزاء، محنشي كذلك تسبب بضربة جزاء، فأخطاء الدفاع هنا من أعطيتهم يعني رهنت عليهم هم من أخطأوا في هذا الخط، وإن كان الغيابات هي الأساس لفريق الاتفاق، بالإضافة إلى العناصر الأجنبية فريق الاتفاقي ما تصنع الفارق. شفنا كيف تأثيرها فريق القادسية، الثلاث الهجوم ستانلي أسبرية وحتى جيمس أو حتى خط الدفاع، العناصر الأجنبية يستفيد منها فريق القادسية بالكامل، وهنا المدرب وظف الأسماء واختار العناصر بشكل مميز، وهي من صنعت التفوق لفريق القادسية. أبو تركي على هاشتاج البرنامج يمكن يتفق مع أبو كابتن سلطان، يقول أبو بدر الحقيقة مستوى الاتفاق ونتائجه مخيبة للأمال، وخالد العطوي خلى أي نادي كان يفكر بالمدرب الوطني يتوقف عن ذلك، لأنه فعلا مغامرة محفوفة بالمخاطر. نقطة نظام ونسمع أيضا آراء الجمهور. رسالتي للباطن وإدارة الباطن، إذا أردت البقاء مع الكبار عليك أن تفوز على الكبار. صراحة اليوم الشباب مختلف تماما. ألف مبروك، ألف مبروك لأبو الوليد خالد البلطان وكل جمهور الشباب، وفالنا إن شاء الله بطولة الدوري بإذن الله. نشكر إدارة نادي الهلال على التعاقد مع عبدالله الحمدان وحمد اليامي، ولكن بنفس الوقت الهلال وإدارته أخطأت في جلب عبدالله الحمدان هذا الموسم والإبقاء على حمد اليامي. الهلال بحاجة فنية لحمد اليامي أكثر من عبدالله الحمدان، وشكرا لكم. أربعة عشر هاتريك محمد الشيخ، كيف شفت الديربي؟ الديربي من ناحية الفنية لا يتوافق مع كلمة ديربي، يعني مباراة جيدة إلى أقل من إلى حد المقبول. يعني تبغى تشوف الاتفاقي وهو مغبون، تفرج على المنظر اللي قدامك. تفضل أستاذ محمد. إيه عارف المباراة ما يعني ولا أيوة القادسية عضتك اليوم، ما كمل
عموما اول شيء بارك للقدساويين، بارك مساعد الزامل، فارس المفلح، نايف الصاحب، ايضا ابو بدر، ناصر الدغيثر، الف مبروك لهم، حظ اوفر للاتفاقيين. اعتقد ان اليوم تفوق يوسف المناعي على الكابتن خالد العطوي، وهذا التفوق في الطريقه وفي الاسلوب. مباراه صح، خلينا نسلم ان الاتفاق نقص عنصرين على الاقل من العناصر الاساسيه المؤثره، نعيم السليتي ومحمد الكويتي، ومأوى بالاضافه الى عناصر ما بين هزاع، ما بين عبد الله السالم، فهد غازي، صالح القميزي، مش العناصر اللي تهد الاتفاق، خصوصا الاتفاق عنده بدائل جيده. بينما القادسيه لا، مجموعه شابه، حتى الاجانب مش على ذاك المستوى العالي، وانما على المستوى الذي يليق بتكتيك مدرب القادسية المناعي. يعني المناعي من المدربين التوانسة اللي يأمن مناطق الدفاعية ويلعب على المساحات، كان عنده ستانلي وكان عنده سبيريا، اشتغل شغل جميل وواضح ويعرف ايش يبغى. انا ابغى اسلمك المباراة، عارف طريقتك، ابغى اسلمك المباراة، اخذ استحواذ، اخذ 67% استحواذ مقابل 33%، ولكن انا ابغى احقق الاهداف المرسومة على الورق، خل تاخذ انت، وبالتالي تحقق اللي يبيه يوسف المناعي. أخفق الكابتن خالد العطوي ولا يعفي مسألة غياب لاعب أو لاعبين أو حتى ثلاثة، لأن عناصرك الموجودة أفضل من عناصر القادسية، أجانب ومحليين. صح أجانب الاتفاق لا يرتقون للقيمة المدفوعة فيهم ولا في المتوقع منهم، لكن أيضا هم اختيارات مفصلهم خالد العطوي على طريقته، ويعتقد أن هذول يأذون طريقته. في المقابل أنا أرخص هذا كله، لم تنفع خالد العطوي عملية الاستحواذ، لم تنفع التمريرات اللي فاقت 500 مقابل 200 تمريرة للقادسية. كسب يوسف المناعي بقراءته، بطريقته، وبأسلوبه، وبإدارته للمباراة. طيب طارق النوفل، أنا بتحدث عن الكابتن خالد العطوي. أول شيء أنا أتفق أنه لم يقدم الشيء اللي بيرضي كل الاتفاقيين، ما فيها شك، لكن أنا قاعد أطلع إحصائية الآن في المواسم الأربعة الأخيرة. تعرف الاتفاق طارق، تعرف الاتفاق كم انصرف عليه السنة هذه قبل ما تجيب إحصائيتك؟ ما تدري صح؟ عطنا. ما تدري اللي انصرف على الاتفاق؟ لا 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 لا، الاتفاق اللي انصرف عليه السنة هذه ما في مقارنة بالسنوات الماضية، بس عشان أوضح لك، تفضل. أي أنا أتحدث عن طموح وهدف. اللي صرف على الاتفاق مثل اللي صرف على العين، مثل اللي صرف على على ضمك، مثل اللي صرف على كل الأندية، الهلال، الشباب، أو إن زاد الشباب والهلال أو الاتحاد في معدل الصرف بوجود داعمين. لكن أنا أتحدث عن الاتفاق كالعام الماضي الثامن، واللي قبله 11، واللي قبله السابع، والنقاط 38 و33 و42، والآن باقي خمس مباريات في 15 نقطة 35. يعني احنا نتحدث على الرينج نفسه أو على المتوسط حتى الآن، يعتبر ما هو هبوط أو انكسار في الاتفاق. لا أدافع ولا أقول أنه هذا هو هدف الاتفاقين، بكل تأكيد الاتفاق يستحق أفضل، يستحق نتائج أفضل. مثل ما ذكرت أبو بدر، هناك دعم كبير للاتفاق، وكل الاتفاقين انت شايف ينتظرون، شايف التعاون، ينتظرون، شايف التعاون انت؟ ايه شوف التعاون. طيب. التعاون واضح. التعاون. طيب التعاون طموح لاي نادي يعني، شوف. ايه بس الاتفاق ما في واحد مثل عبد العزيز الحميد، انا من وجهه نظري بنظرته الفنيه وقوه ادارته والمجلس التنفيذي اللي محسود عليه، كل محسود عليه التعاون من كل الانديه. انا من وجهه نظري الشخصيه هذا الرجل يعني عبقري في موضوع إدارة الأندية. فبموسم واحد غاب شفنا كيف هبط التعاون، كاد أن يهبط في آخر ثانية. موسم جاء الآن قد يدخل يلعب آسيا من جديد بوجود هذا الرجل. فإحنا نتحدث عن الاتفاق كحالة. أعتقد أن خالد العطوي أخذ حقه الكامل، قدم اللي عليه، أخذ فرصته، وتشكر عليه إدارة الاتفاق على ما قدمته من سؤال ثقة ودعم للمدرب. ليش ما نجح خالد العطوي؟ سؤال، رغم أنه هو عنده تجربة على فكرة في منتخب الشباب الأولمبي، يعني أيوة عنده، يعني هو مش مدرب نقول ما يفهم، لا، خالد العطوي عنده تاريخ وعنده تجربة، ليش ما نجح مع الأندية؟ المنتخبات أسهل، المنتخبات تستطيع أن تختار ما تشاء، ولكن في الأندية ما عندك عدد محدود معين تختارهم، وعندك قائمة من اللاعبين هم اللي تلعب عليهم. أما المنتخب لا، أختار أفضل اللاعبين موجودين، ويكون عندي حرية اختيار، أختار ما أشاء من اللاعبين المميزين في الأندية. القادسية ليش ظهر بهذا المظهر؟ بالرغم أنه فريق، يعني مش بس في مباراة اليوم، مسيرة القادسية كفريق صاعد
نتائجه جدا جيدة. شوف الحالات تختلف بين الأندية. القادسية أنا من وجهة نظري ولا أحب أتحدث في الأمور الفنية، ولكن القادسية أكثر واقعية في اللعب، يلعب وفق إمكانيات اللاعبين. لو شفت اليوم عملية الاستحواذ والهجمات، تشوف القادسية أقل بكثير من الاتفاق في عملية الاستحواذ، ولكن ينتصر، سواها مع كذا نادي، مع الشباب في آخر الدقائق استطاع الشباب أن ينتزع نقطة من القادسية. القادسية لا، حالة مختلفة. وأضف إلى ذلك أنه في جهاز إداري في الدكة محسود عليها القادسية، لابد أن نذكره، الكابتن محمد الشمراني. ايش رايك كابتن؟ انا رايي مقارنه اتفاق مع التعاون مقارنه ظالمه. ليش؟ التعاون العناصر الاجنبيه مؤثره، السباعي الاجنبي مؤثر، توام بيصنع قيمه قويه، كاكو حتى في استقطابه الاخير شوف كيف تاثيره، سانتوس المدافع، كاسيو، ساندرو، اميسي، اسماء لها تصنع الفارق. العناصر الاجنبيه في الاتفاق وان كانت اسماء، واستثني منها السليتي هو من يصنع الفارق، ولكن الاغلب ما عندهم، يعني ما يصنعون الفارق مع الفريق. كيف اختاروا؟ كل الفريق هذا تم اختياره من كابتن خالد العطول. اوكي، اختاروا حسب منهجيه، اختاروا حسب ميزانيه، انا ما يعني ما اعلم. يعني لعيبه التعاون اغلى؟ لا ما قيمة؟ انا ما طيب أغلى, أيوة. اغلى كقيمه فنيه، انا ما لا انا اتكلم كقيمه ماليه. انا ما اتكلم عن الامور الماليه. يعني انت شايف لاعبين مكلفين؟ لا كل الموجودين في الاتفاق الان اللي تصنع الفارق عناصر اجنبيه، مبولحي وسليتي، وفي فترات كيش. والباقي؟ الباقي ما يصنع الفارق، ما هو بعيد عن العنصر المحلي، وإن كان فريق الاتفاق ترى يمتلك عناصر محلية خاصة العناصر الشابة، ولكن تأثير العنصر الأجنبي لو تقيس الاتفاق مع كل الأندية ترى تأثير العنصر الأجنبي في الاتفاق قليل جدا. لما نتكلم عن الفيصل والعناصر الأجنبية اللي معانا، نتكلم حتى عن التعاون، حتى عن أبها وتأثيرهم اليوم مع القادسية، كل السباع الأجنبي كان له تأثير واضح. هنا خيارك كيف وقرارك كيف؟ يعني انت ترى ان المشكله في الاتفاق هي عناصريه تكتيكيه؟ نعم، المشكله في الاتفاق مو بس في العطوي، حتى لو تغير العطوي بهذه الاسماء ما حيكون الرينج اللي حيصل في الاتفاق اكثر من كذا. بهذه الاسماء تحتاج انت عشان تغير او تصل للمنافسه، انت بهذه الاسماء حيكون يعني طموح الاتفاقيين فيه منطقيا السادس، وهو الان السادس بهذه الاسماء، بس مو مضمون حتى السادس. مو مضمون اوكي، بس انت لما تقارن الاتفاق مع القادسيه كمستوى طيب. الاتفاق اعلى، ولكن كعناصر اجنبيه تاثير العناصر الاجنبيه لما نقيسها نادي طيب. نادي الاتفاق اقل العناصر استفاده من طيب. قيمه وتاثير العنصر الاجنبي. محمد هذا الخلل اسم الاول قبل يكون مدرب او تغيير مدرب. اللاعب اللي اختاره من المدرب من جابه؟ تفضل يا محمد. لا انا اسمح لي سلطان، المقياس حينما يقول حتى لو تغير المدرب مع وجود هالنوعية من العناصر لم يتغير. أنا وجهة نظري واحدة من مشاكل الاتفاق هي اختيارات الكابتن خالد العطوي. الإدارة تركت للكابتن خالد العطوي أن يختار، وترى أسعارهم مش بسيطة، 6 مليون يورو، 4 مليون يورو، 3 و 2 مليون يورو، أسعار تكاد تكون مقاربة للأندية الكبيرة، مش الأندية الوسط، الأندية الكبيرة من حيث القيمة السوقية ما دفع في هاللاعبين الأجانب، فضلا عن استقرارهم انهم يلعبون الموسم الثاني مع الاتفاق، وايضا بطلب من خالد العطو. يعني هو اختارهم، هو ابقاهم، وبالتالي لا يمكن ان نقول انه لو في مدرب ثاني بهذا، لانه لو في مدرب ثاني طيب. لا يختار نعم. هذه العناصر. نقطة نظام، نسمع صوت الجمهور. يلا اخوي وليد، من حقك انك تعصب وتنرفز على الاتفاق واللي صاير فيه، بس معليش مو من حقك انك تقلل من القادسية وتقول فريق صاعد من الدرجة الأولى. القادسية في يوم من الأيام كان بطل آسيوي، وإذا عدنا الصعود اتفاق برضو نزل وصعد من الدرجة الأولى قبل كذا سنة، لا تنسى. ظهر الأسطورة بانيقا، فظهر الشباب أسطورة الصدارة لنا والدرجية كهلال. وأتمنى التوفيق للأستاذ والمدرب القدير خالد العطوي. أتمنى يا أخ وليد إنك يوم توقف في صفه، بس أجانب سيئين عنده، والله أجانب سيئين. إن شاء الله بإذن الله دبل يغير رأيه ويجيب محترفين غير محترفين اللي عنده. وش دخل العطوي بالبلنتيات؟ البلنتيات هذه أخطاء من المدافعين، ما العطوي دخل فيها نهائي. الاخ الكريم اللي المشاركه الاخيره بتقول ايش دخل العطوي بالبلنتيات؟ احنا ما نتكلم بس على فقد المباراه، هذه مسيره الفريق كلها كانت ما هي جيده. الاخ يقول الاجانب سيئين، اللي اختارهم المدرب ترى على فكره، ما جابوهم له.
يقول لي وقف في صفه، احنا دائما في صف كل المدربين الوطنيين، بس يعني اخذ فرصه طويله الحقيقه، النتائج ما هي جيده وطموحات الاتفاقيين اكبر من هذه التجارب التي تتم. بس السؤال الاول كان المشاهد يقول القادسيه صاعد ايوه القادسيه صاعد حديثا. القادسيه اعرف يعني، مش انا اللي تعلمني ايش القادسيه وتاريخها، يعني يمكن انا لما كنت مع القادسيه في كاس الكؤوس الاسيويه في هونغ كونغ، انت يمكن كنت بشورت في ثاني ثالث ابتدائي، فيعني ارجوك لا تعطيني درس في قيمه القادسيه. فاوكي هذه واحد. اثنين، القادسيه فريق صاعد حديثا، الاتفاق فعلا فريق صاعد من عده مواسم، فهذا لا نقلل من قيمه الانديه القادسيه، تاريخها شيء وواقعها الحالي هو فريق صاعد من دوري الدرجه الاولى، بس هذا المقصد فيه، ولا الاحترام والتقدير لك وللناديين يعني. نروح فاصل ونرجع. حياكم الله من جديد. اليوم ايضا فاز الشباب على الباطن باربع اهداف مقابل هدف واحد. الشباب مش بس فاز على الباطن، الشباب اكد وجدد رغبته الجاده في المنافسه على بطوله الدوري الى اخر لحظه. بانيجا بانيجا جول، جول اول. الشباب يتقدم مبكرا في شوط المباراه الاول. الى يوسف الجبلي، نقل الاتجاه الى الجانب الايمن، السلام موجود الان من محمد رايحي، يحاول يتقدم، يمر بشكل ممتاز ويسدد. اوبا اوبا، شباك الشباب، شوف الاستلام، شوف المحاولة، شوف المرور، شوف التقدم على طول. أدلان عبد الله الزوري الذي ينتظر أحد زملائه لتنفيذ الكرة بشكل سريع، مرت الكرة الآن للشباب، الله على اللمسة، اتشوكا أوبا. بانيجا شوف اللمسة، شوف الكرة، الله يا بانيجا، الله يا بانيجا، بشكل قوي جدا في وسط الشباب. كرة تصل لبانيجا، بانيجا يحاول، بانيجا يبحث عن المرور، بانيجا يمر، بانيجا يعدي، بانيجا مار. اوب 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 شوف اللمسة، شوف المحاولة، الله على المرور، عدى من الكل، تقدم من الكل، أرسل كرة في المرمى لمصلحة الشباب. الكرة ترسل من بانيجا، جول. أسهل من شرب الماء صناعة هدف من إيفا يا بانيجا. إيش اللي تعمل يا بانيجا؟ والله وش قاعد تسوي انت يا معلق مشاري القرني، ملعلع اليوم مع بانيجا. اللي سوى بانيجا مو سهل. مبروك للشباب، حظوفر الباطن، مباراه مثاليه للشباب، اساسها هو شيء اكتمال عناصر فريق الشباب وتحديدا العناصر الاجنبيه، وقيمه وسط الشباب بقياده بانيجا وجوانكا وحتى اندياي اللي كان التاثير الواضح لبانيجا في كل الاربع الاهداف، صناعه هدفين، تسجيل هدفين، حتى البلنتي الاول كان له دور. شوف كيف يستلم، انا اخذت حاله فنيه لبانيجا بدايه الهدف الاول، شوف كيف يستلم وكيف ينزل بين الخطوط بين خطي اسم قلب الدفاع ويستلم ويصنع الفرصه، شوف كيف حتى التوجيه والقياده يعني بهذه النجوميه. شوف قبل لا يستلم الكوره من اغور، شوف كيف اشار لمارتينيز بالتقدم خلف خط الدفاع اللي كان دفاع متقدم، وهي اخطاء متكرره للفريق الباطن لو تكمل الكوره. شوف كيف اشار لزميله بهذا الشكل، يوضح لك قيمه هذا اللاعب بقيادته للمنظومه بشكل كامل في توقيتها، في مكانها، في رؤيتها، حتى مارتينيز وتفاهم مع بانيجا في طلب الكره في هذا المكان تسبب ضربه جزاء سجلها بانيجا. الهدف الثاني بالنسبه لتمريره ولا اروع، وهي متكرره دائما من هذا النجم، يعرف كيف قيمتها، وشوف تحت الضغط لاكثر من خمسة إلى ستة لاعبين من الباطن تمريره في مكانها في توقيتها للقدم المناسبه لجوانكا تسجيل. هذه يعني الهدفين توضح لك قيمه هذا اللاعب لقياده المنظومه بشكل كبير، وهدف ثالث توضح لك كذلك حتى مراوغته في هذا المكان وتحت الضغط بكل ثقه، بكل اريحيه، بكل صراحه، حتى قرار التسديد في توقيته المناسب في الزاويه المناسبه. فمباراه مثاليه للشباب بشكل اجمع، وقيمتها في بانيجا في تاثيره في كل الاهداف
وفي قيادة المنظومة بشكل كبير، وهذه قيمة الشباب في خط وسطه بقيادة بانيقا وبخط دفاعه. لليوم حسان تنبكتي أعتقد أنه من أهم نجوم المباراة، وإن كان خرج في 65 ولكن هو الأفضل كخط دفاع للفريقين باستخلاص 5 كرات من 7 كرات هوائية وكرتين من 2 أرضية، توضح لك قيمة هذا اللاعب اللي عوض قيمة الشراحيلي في غياباته. فأعتقد باكتمال الشباب بهذه المنظومة بالتطور الهجومي شفنا كيف أكثر من 7 إلى 8 فرص محققة للتسجيل، يعاب على فريق الشباب مع الفوز بالأربعة أنه أضاع أكثر من فرصة. هنا توضح لك قيمة المباراة وكيف مثاليتها للباطن. أخطاء الدفاع مستمرة لهذا الفريق وهي من أحبطت هذا الفريق من أول موسم، أخطاء على مستوى العناصر وأخطاء على مستوى التنظيم، وإن كان حتى تغيير المدرب أعتقد أنه قرار خاطئ لأنك في فترة مدرب الماضي كان تنظيم بشكل أكبر. راقص التانجو بانيجا. مباريات الباطن المتبقية، راح يلعب مع الاتحاد يوم الجمعة 16 أبريل في جدة أو في مكة، يمكن بتكون المباراة بعدها الجمعة 14 مايو الهلال مع الباطن في الرياض، الأربعاء 19 مايو الباطن مع الاتفاق في الحفر حفر الباطن، يوم الثلاثاء 25 مايو الباطن مع ضمك في حفر الباطن، آخر مباراة للباطن راح تكون مع العين في الباحة يوم الأحد 30 مايو. على الجانب الآخر نادي الشباب، إيش المباريات المتبقية للشباب؟ راح يلعب مع الهلال يوم 7 مايو، بعدها يلعب مع الاتفاق في الدمام 14 مايو، بعد كذا يلعب مع العين في الرياض 19 مايو، بعدين يلعب مع الفيصلي في المجمعة 25 مايو، يختتم مباريات الشباب في الدوري مع الوحدة يوم الأحد 30 مايو، وهو اليوم الأخير لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان. نقطة نظام. ما هو رايك يا ابو بدر في تمسك اداره خالد الدبل بالاستاذ خالد العطوي لتدريب نادي الاتفاق والتجديد معه الموسمين؟ ابغاك بس تعيد تغريده صالح خليفه بالتحليل لما قال ان الاتفاق طموحه اكبر الا هذا اللي وقال كلمه ودي انك تجيبها. هذا ما هو مدرب، هذا مدرس تربيه بدنيه، وفي فرق بين مدرس التربية البدنية وبين مدرب. أبو بدر كيف حالك؟ الحياة سهلة بس افهمها، بسوي لك اختبار في الرياضيات، 2+1 كم يساوي؟ هارد لك يا اتفاقي. لا وانا على نيتي قاعد اجمع 2+1 بشوف ايش الحسبة اللي بيعطيني اياها. طيب يا قد ساوي، بالنسبه ليش خالد الدبل يتمسك بالكابتن؟ شوف التغيير ما هو وقت تغيير، ينتهي الموسم ويراجع الاتفاق، يراجعون تجربه كلها ويتخذون القرار المناسب، لكن الان ما هو وقت قرارات يعني على قولتهم خم فشاريه. ناخذ الحالات التحكيميه مع كابتن فوده، تفضل ابو فهد. طبعا بالنسبه للباطن الشباب، طاقم فنزويلي بقياده الكس هيريرا ومساعد اول توليو مورينو ومساعد ثاني خورخي اورجيجو وسلطان الحربي حكم رابع وعادل الزوراق من المغرب وابراهيم الدخيل. الحاله الاولى كانت في الدقيقه 5 من زمن المباراه، هذا طق. الحاله الاولى كانت ركله جزاء، لاحظ تحرك الحكم وفتح زاويه الرؤيه لنفسه واحتساب ركله جزاء، لم يتردد، لم يذهب للفار، لم متاكد من قراره وفعلا اتخذ القرار الصحيح، لانه عمليه طبعا ما في تسلل، الكرة لعبت، المهاجم كان انطلق من مكان صحيح، وهنا في ركل من مدافع نادي الباطن على مهاجم نادي الشباب، وبالتالي ركل الجزاء صحيحة تم احتسابها في الدقيقة 5 من زمن المباراة، ونشاهد الركلة كانت صحيحة وموقف الحكم وفتح زاوية الرؤية نفسه، هنا التنفيذ كمل دخول مدافع من نادي الباطن وحارس المرمى قدم على خط المرمى والتنفيذ صحيح، وهذه الحالة الأولى في المباراة. الحالة الثانية الدقيقة 24 سقوط مهاجم الباطن في داخل منطقة الجزاء، هنا مدافع نادي الشباب لعب الكرة والمهاجم هو من قدم قدمه أمام المدافع، وبالتالي لا توجد ركلة جزاء واستمر اللعب، كان قرار صحيح أيضا من الحكم حكم المباراة، والاستمرار كان قرار صحيح، نشاهده هنا تماما أنه المدافع نجح بلعب الكرة والمهاجم هو اللي مقدم قدمه أمام المدافع ولا توجد أي مخالفة على مدافع نادي الشباب. الحالة الثالثة في الدقيقة 37 سقوط مهاجم الباطن، يعني هنا بالنسبة للمهاجم مشاعر المدافع والمهاجم كلهم لاعبين مع
التنافس على الكره باليدين، فكل واحد فاتح يده للاخر محاوله التجاوز، ولكن وضع يد المدافع لم تكن هناك عمليه مسك ولم تكن هناك عمليه شد، وبالتالي استمرار اللعب ايضا لا توجد ركله الجزاء واستمرار اللعب كان قرار صحيح. الحاله الرابعه في الدقيقه 71 هنا ركله جزاء لنادي الشباب لم يعلن عنها حكم المباراه، وايضا حكم الفيديو لم يستدعي الحكم، ونلاحظ هنا ذراع مدافع نادي الباطن في وجه لاعب نادي الشباب، وبالتالي ركله جزاء لم يعلن عنها في الدقيقه 71 من زمن المباراه. الحاله الخامسه والاخيره كانت في الدقيقه 93، طرد لاعب نادي الشباب لاستخدام قوه مهاجمه باستخدام قوه مفرطه، الحكم ايضا لم يتردد ومنح البطاقه الحمراء مباشره. هذه خمس حالات. حكم المباراه يا ابو بدر الحكم عمره 31 سنه، دولي من تقريبا 4 سنوات، حكم في كاس عالم تحت 20 سنه في بولندا، لكن رغم لياقه الحكم البدنيه المتكامله اللي هي التحمل والرشاقه والسرعه والسرعات هذه كانت كلها متوفر المرونة، لكن كان عنده عيب رئيسي في التمركز داخل منطقة الجزاء. لاحظ الحالة الأولى، تمركز الحكم تمركز مهاجم هذا، لاحظ يبغى يشوت أمام مهاجم نادي الاتفاق، قلت لك مهاجم، اللياقة البدنية ممتازة لكن يجب أن يستخدمها بعقلانية. هنا لاحظ كمل الكرة، مهاجم مين؟ مهاجم أمام مهاجم الشباب. شو مهاجم الشباب اللي لابس؟ المدافع، مدافع الشباب. لا هنا 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 دحين المهاجم هذا مهاجم الشباب، ولاحظ الحكم فين قدامه، موقف خاطئ. الحالة الثانية أيضا، ونشاهد هنا في الدقيقة 84 أيضا لاحظ الحكم فين موجود رغم لياقته البدنية. الله والله ياخذ مواقع، أقسم بالله مهاجم صحيح سلطان؟ والله ياخذ مواقع، شو موقع لعيب، شوف كمل تمركز، كمل كوقف 9.5 يلعب 9.5 وقف هنا، لو المهاجم سدد الكرة يعني الحكم فوق في أمامه، تمركزه غير صحيح. الحالة الثالثة أيضا شاهد حالة أخرى في الدقيقة 89 أيضا هنا لاحظ موقف غير جيد رغم اللياقة البدنية، ياخذ كل مواقع التمريرات صح؟ يعني شكله لعيب كان ممكن لعيب، لكن في التحكيم ما هو لعيب، لكن أداؤه في القرارات اللي أخذها كانت جيدة جدا، لكن الملاحظ عليه أنه حكم ينقصه خبرة في عملية التمركز واللياقة البدنية قد تكون أحيان. بالله يا أبو فهد ما كنت تغلط الغلطات هذه لما كنت حكم تمركز؟ لا أنا أبو فهد إن شاء الله شيخ، لا والله حتى لو حللها الكابتن سمير أنت عارف هذه ذكرتني على حتى لو حكمها الكابتن سمير حللها مو حكمها، ها؟ لو حلل التحليل ما يتقي عليها شيء إن شاء الله. سمير ترى على فكرة ممكن يصفر البلنتي من الكنبة حقت البيت. مين سمير؟ إيه والله شفت المباريات ما شاء الله منجم بالخبره بالخبره. شفت سلطان يلم وراك يا ابو محمود؟ ها حبيبنا حبيبي يا دكتور سلطان، محدش معاك الا هو، لا كلنا معاك والله. طيب بس عاوز اقول لك الحكم بتاع النهارده بصراحه فعلا زي ما كابتن فوده قال، يعني الاماكن اللي بياخدها وحشه جدا جدا، دي تقلل من درجاته قوي. ده في كورتين انا لو منه اشوطها اجيبها جول بصراحه، 18 يعني واقف وقفه حلوه يعني. على هاشتاج البرنامج قول ابو بدر نبي مواعيد البرنامج في رمضان، ان شاء الله راح نكون معكم لاول مره في رمضان، لان لاول مره الدوري من 10 ولا 11 سنه كالعاده قبل رمضان احنا مخلصين ومشطبين وماخذين اجازه، لكن ان شاء الله السنه هذه راح نكون معكم من اول يوم رمضان على اس بي سي الساعه 1 صباحا، لان المباريات بتنتهي 12 وشويه، فيا دوبك الشباب يجهزون يعني على 1 ان شاء الله حكم بعد منتصف الليل، راح نكون معكم في طوال شهر رمضان، وكل عام وانتم بالف خير. بكره الاحد عندنا ضيف مهم جدا راح يكون معنا في البرنامج، بكره معنا الاستاذ انمار الحايلي رئيس مجلس اداره نادي الاتحاد، راح يكون معنا ضيف في حوار مباشر لفتح كل الملفات في نادي الاتحاد، ايش الوضع، ايش اللي جاي، يعني من الافضل بعد الجميل انها جايه متصادفه بعد الجمعيه العموميه، راح تكون عندنا الصوره واضحه بالوضع المالي للنادي، ايش المرحلة القادمة، أكيد كثير من الاتحاديين ومن جمهور الاتحاد يبغوا يطرحوا أسئلة مهمة جدا على الأستاذ أنمار حايلي، هذا الرجل الذي تحمل يعني أنا ودي بكرة بس أسأله بس عن الضغوط اللي تعرض لها، يعني تخيل تشوف أنت كل الجمهور يهاجمك، والله شيء صعب بس صبر وصبروا الجمهور معه والحمد لله، يعني شافوا أيام جميلة بصرف النظر الاتحاد هياخذ الدوري ولا ما ياخذ الدوري، لكن مجرد ان الاتحاد استعاد شيء من هيبته ف
فهذا نجاح يسجل لأنمار الحايلي ويضعه في قائمة الشرف ضمن رؤساء النادي الاتحاد الذين قدموا الكثير والكثير. بكرة إن شاء الله الساعة 11 مساء أنمار الحايلي ضيفنا في الدوري مع وليد. نروح فاصل ونرجع. حياكم الله من جديد. اليوم المباراة الثالثة جمعت الفيصلي والفتح، وفاز الفتح على الفيصلي بثلاث أهداف مقابل هدفين. هنا كرة ملعوبة حلبه في مكان تافاريس، يعود لهوايته من جديد تافاريس. هنا الكرة الماضية، الكرة اللي مرت مع الدقيقة 19 يسجل. عديد من الأندية راح تحدث عنه. هذه كرة مرت عالية للأمام، جول. يأتي التعديل مع الدقيقة 23. الفتح يعدل النتيجة، الفتح يعدل على بعد أربع دقائق من التقدم الفيصلي. هدف التعادل. شوف 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 الكرة الماضية كان أمام الحارس مباشرة ووضع الكرة في صعود ميركل. تعود مرة أخرى جليرمي، كليرمي يحاول لخالد في الطرف الأيسر، خالد كعبي يمر يمشي تسديدة من هشام. هشام فايق. شوف الكرة، شوف المرور من كليرمي إلى خالد اللي مشى كرة. شوف الكرة الماضية، الطرف الأيمن في أقصى اليمين، استلم مر للعمق، مرر فرصة الآن تعديل. الهدف الثاني، هدف التعادل بالنسبة لنادي الفتح. تابع تابع شوف النقلة، وبعد ذلك هذه كرة مرت للأمام طويلة. الفتح صحوة الدقائق الأخيرة، ملعوبة خطورة، فرصة الآن، فرصة الثاني. أحداث هذا اللقاء، تابع شوف الكرة الماضية، شوف المرور، شوف هنا كويبا عدى فيها مر. محمد الشيخ، فوز مهم للفتح، صح صح في الأخير جدا. بالضبط بالضبط بالضبط، لأن هذا الفوز كان حيدخل في دوامة، وكل ما زاد الضغط مثل الموسم الماضي، كل ما زاد الضغط كل ما انتكس أكثر معنويا وبالنتيجة فنيا. أنا أقول الفتح عنده فريق جيد، عنده مدرب يانيك فيريرا، مدرب رائع. مشكلة الفريق في أمرين، مشكلة الفريق دفاعية سواء من حيث تكتيك المدرب الدفاعي أو نوعية العناصر، لا العنصر الأجنبي في الدفاع جيد ولا حتى العنصر المحلي جيد، وبالتالي يجب على الفتح أن يلتفت إلى هذا الجانب. الأمر الآخر، يجب على إدارة الفتح أن تبحث عن لاعبين، صح هي تبيع لاعبين، لكن في المقابل لما تيجي تعوض بلاعبين محليين، تعوض بلاعبين محليين أقل بكثير بكثير من قيمة الدوري، وبالتالي هذا يعالج الموضوع الدفاعي، وأيضا يبحث عن لاعبين محليين أفضل قيمة من اللاعبين المحليين عنده. سلطان، مباراة متكافئة، وشفنا كيف حتى مجرياتها، يتقدم الفيصلي يتعادل الفتح، فأعتقد أنه كان تكافؤ كبير في المباراة. فرق في هذه المباراة، أعتقد أنه القيمة الفنية لكويفا تحديدا فريق الفتح، تكلم عن صنع هدفين وسجل الثالث. هذا اللاعب من أهم الصفقات في فريق الفتح، تكلم عن 12 مباراة بين دوري وكاس، سجل 5 أهداف وصنع 7، توضح لك القيمة الكبيرة اللي صنعها هذا اللاعب. دفاع الفتح اليوم القيمة اللي صنعها قاسم لاجامي، أعتقد أنه عوض فهد الحربي في المباراة الماضية، لاجامي أضاف شيء من التنظيم الدفاعي اللي أساس أخطاء الفتح كانت من أول موسم من هذا التنظيم، اللي يحتاج عناصر زي ما ذكر أخوي محمد في خط الدفاع. ولكن في المجمل أعتقد أن الفتح كان يستحق الفوز، خاصة بعد الأداء اللي قدمه بعد عندما تتأخر وما تفقد الثقة في فريقك وترجع حتى في اخر الدقائق. فاعتقد انها مباراه مهمه للفتح ونتيجه مميزه يستحق. كابتن سمير، ناخذ معك حالات القادسيه والاتفاق، تفضل. كم حاله عندنا؟ عندنا 7 حالات النهارده، ادارها الحكم الدولي تركي الخضيري وهشام الرفاعي وسعد الشاعري ورائد الزهراني حكم رابع. يا رب يا رب تكون السبع حالات تستاهل. ها نشوف. لا هم كلهم اوت وفاولات في نص الملعب يعني. نشوف نشوف. جيبوا لي المرداسي، المباراه الجايه جيبوا لي المرداسي. نشوف الحالة الأولية، كان في الدقيقة الثانية وإلغاء هدف القادسية للتسلل ويليامز لحظة لعب الكرة، وده بصراحة تعلق من مساعد الحكم رقم 2 اللي هو سعد. لحظة لعب الكرة نلاقي ويليامز فعلا كان في موقف تسلل، رفع الراية وكان تسلل، وحكم الفار سامي الجريس وفيصل القحطاني أكدوا الكلام ده.
عندنا بعد كده الحالة الثانية كانت الدقيقة 10 وإلغاء هدف الاتفاق، برضو نفس القصة، ده تسلل لأزار. وما نشوف اللعبة هنلاقي لحظة لعب الكرة، هنلاقي أزار وليد أزار كان متسلل، وفي تألق بصراحة من هشام الرفاعي مساعد الحكم رقم واحد، برضو رفع الراية وألغى الهدف، والفار برضو أكد نفس القرار. دي أول حالتين تألق من المساعدين بصراحة. عندنا الحالة الثالثة كان في الدقيقة 12 ركلة جزاء سليمة للقادسية. ليه هنقول إنها كرة ركلة جزاء للقادسية سليمة؟ هنلاقي فعلا في عرقلة كانت واضحة من ستانلي وهو بيلعب الكرة في مدافع نادي الاتفاق، بيلعب بشيء فيه من الإهمال، وكان تركي الخضر كان ممتاز بصراحة النهاردة. قبل كده انتقدناه في موقف المواقع اللي بياخدها في الملعب، النهاردة كان معظم الفاولات كان قريب منها جدا، منها ركلة الجزاء ده يبعد عنها حوالي 6 متر بس زي ما شايفين في عقل ستانلي، وركلة جزاء سليمة وبرضو الفار أكد عليها. بعد كده عندنا الحالة الرابعة، دي كان في الدقيقة 30، حالة صعبة جدا جدا اللي هو الهدف بتاع وليد أزارو، كرة مركبة. أما نيجي نشوف الكرة دي هنلاقي في المركبة اتلعبت وبعد كده لعيب تاني من الاتفاق لعبها، وجاي وليد أزارو زي ما نشوف أول ما تتلعب الكرة دي هتيجي كمان في لعيب من لعيبة نادي الاتفاق، بس هنلاحظ ان في لعيب على الطرف من القادسية لابس أصفر كان مغطي وليد أزارو. بصراحة برافو على هشام الرفاعي في الكرة دي، لعبة من الكور الصعبة جدا اللي تيجي لمساعد الحكم، وبرضو الفار أكد قرار هشام الرفاعي بهدف سليم. بعد كده عندنا الحالة الخامسة في الدقيقة 51 ركلة جزاء ثانية للقادسية للعمري. طبعا لما نيجي نشوف الكرة اللي احتسب ركلة الجزاء هنلاقي فعلا في عرقلة، لعيب نادي القادسية ذكي جدا استغل الخطأ بتاع لعيب نادي الاتفاق، حط رجله وبياخد الكرة، طبعا لعب بإهمال من لعيب الاتفاق وكانت ركلة جزاء سليمة. وبرضه هنلاقي تركي الخضير النهاردة ما شاء الله عليه بصراحة، النهاردة بصراحة كان خايف على المباراة بتاعته وبذل مجهود كبير جدا، ركلة جزاء واضحة زي ما احنا شايفين، وبرضو الفار برضو أكد عليها. بعد كده عندنا الحالة السادسة قبل الأخيرة كان في الدقيقة 70 مراجعة لركلة جزاء للقادسية. هنلاقي النهاردة تركي ما حسبش بس حكم الفيديو ناداله قال لا تعالوا شوف بص على الكرة دي فيها احتمالية ركلة جزاء بسبب الإيد. طبعا حكم الفيديو اول ما الكره اللعب وقف ناداه وشافها، هنلاقي الايد طبعا في وضع غير طبيعي من مدافع نادي الاتفاق، ممكن الواحد يعمل هيدرز بس ايد الاثنين ما تبقاش فوق بالشكل ده، فطبعا الكره لمست ايده، كان قرار سليم من تركي الخضر انها ركله الجزاء، وده مساعده حكم الفيديو، وده كان الحاله السادسه اللي احنا جايبينها ركله جزاء ثانيه. ومن الصعب اول ما الحكم بصراحه يعني الحكام عارفين الكلام ده بيبقى فايق أول ما يحسب ثلاث ركلات جزاء في مباراة وما يكونوا الفريق واحد، بتبقى حاجة بصراحة عظيمة قوي يعني. المهم الحالة السابعة كانت عندنا في الدقيقة 79 ما نشوف بقى في ركلة جزاء للاتفاق ولا لا، في كرة هتلاقي وليد أزارو بيجري بيها، أما نيجي نشوفها دي الكرة الوحيدة اللي كان تركي بعيد عنها، بس شيء طبيعي الكرة بصراحة معمولة فاست بريك بسرعة، احتسب هو ركلة الجزاء، بس لما حكم الفيديو سامي الجريس وفاصل القحطاني نادوا تركي الخضير شافها مش هنلاقي طبعا في اي خطأ ارتكبه فريق القادسية، وبالتالي لا توجد ركلة جزاء واستأنف اللعب بالكرة المسقطة. النهاردة بصراحة تركي الخضير كان خايف جدا على المباراة بتاعته، عمل مباراة ممتازة. كابتن اللاعب القادسية داخل على لاعب الاتفاق وهو مهيئ نفسه لاستخدام جسمه لمنع اللاعب، ارجع شوي شوي لو سمحت، ايوه ارجع شوي ارجع شوي ارجع شوي ركزوا اي بس شوف الان شوف اللاعب القادسية يهيئ وضع يده اخذ وضعه ودخل عليه. شوف بص انا هقول لك حاجة عشان سهله بس نشرح الكرة دي، هو هنا مين مسابق مين؟ المدافع اللي مسابق، تمام؟ مدافع القادسية هو اللي مسابق خلاص، مدافع القادسية ما كان عنده حل يوقف ملاعب الاتفاق بالطريقة هذه خالص. بص يا كابتن وليد، ده في منافسة بين المدافع والمهاجم، هنا مدافع القادسية أسرع من وليد أزارو، حط جزء من جسمه خلاص، مين اللي جاي خبط من وراء أصلا؟ طارق النوفل، إيش رأيك يا طارق فيها اللقطة؟ هذه أرى فيها خطأ بكل تأكيد. خطأ على مين؟ خطأ على لعب الاتفاق. خطأ على لعب الاتفاق تمام، يعني نتفق مع بعض إنها مش ركلة جزاء. نعم نعم، يقول محمد الشيخ. محمد الشيخ نعم اتفق مع ابو اشرف ابو محمود حبيبنا انه بالفعل خطا على وليد أزارو مش مستحملها دلوقتي. فهد
خطأ على المهاجم لأنه حط يده في رقبة المدافع. ارجع باللقطة يا شباب عشان كابتن فودة لو هو ما يشرح تكون لا 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 لا, لا نبغى أيوة هنا الآن دخول المهاجم بس إيه دخول لاحظ يد المدافع المهاجم هو من قدم يده للمدافع لاحظ نعم المدافع الآن ما ارتكب أي مخالفة المخالفة بدأت من المهاجم المدافع نعم جسمه كان متقدم لكن المهاجم المخالفة على المهاجم وليس ركلة جزاء وقرار صحيح من تركي الخضير لو حسب المخالفة على المهاجم يكون القرار أكمل وأحسن يعني كلكم ضدي لا لا ما احنا ضدك ضد مع القانون ايوه داري مع القانون بس يقول لك انه يا سمير انا مش قايل لك بالتليفون تمشي معايا بالكلام حقي انت بتعاندني ليه على الهوا يا انت عارف يا كابتن وليد انا ضدك على طول يعني أيوة والله يعني يمين انا اروح شمال والعكس على طول ربنا كبير ربنا كبير خل نروح الفاصل نروح فاصل نرجع يا حياكم الله من جديد خلنا ناخذ هذا الموجز السريع لأهم الأخبار الرياضية بس أهم شيء شوف أول خبر هتلاقي وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل جاي لجدة يسلم جوائز بطولة السباحة بتقول طب وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية جاي يسلم جوائز السباحة أيوة أنا أتوقع وزير الرياضة هتلاقي في التنس وفي الألعاب الرياضية المتنوعة وممكن تلاقيه يسلم جائزة الرياضة للجميع والرياضة المجتمعية لأنه من أهم أهداف أعتقد وزارة الرياضة الآن وتوجهاتها وفق الرؤية السعودية طبعاً 2030 أنه رفع عدد ممارسي الرياضة ونشر الألعاب الرياضية المتنوعة في المملكة نقطة مهمة ركزوا عليها خلال الفترة الجاية هتلاقون وزارة الرياضة هتتبنى الكثير من الأنشطة الرياضية في إطار هذا التوجه توج الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الفائزين في بطولة المملكة للسباحة والغطس لجميع الفئات السنية والتي اختتمت اليوم وأقيمت على مدار 3 أيام في الصالة الخضراء بجدة وينظمها الاتحاد السعودي للسباحة يشار إلى أن البطولة شارك فيها 43 ناديا من جميع مناطق المملكة و350 لاعبا متأهلا للمشاركة في البطولة عبر بطولات المناطق وشهد تحطيم رقمين قياسيين الأول في سباق 100 متر ظهر من 9 إلى 10 سنوات سجل باسم اللاعب جاسم محمد الغريب من نادي الفتح أما الرقم القياسي الثاني فكان في سباق 400 متر متنوع من 13 عاما حتى 14 عاما للاعب أحمد المعبد من نادي الخليج أنعش شباب الهلال آمله بتحقيق لقب الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب تحت 19 عاما عندما انتصر على الأهلي 4-3 ضمن مواجهات الجولة قبل الأخيرة والتي أقيمت على ملعب نادي الهلال ورفع الهلال رصيده إلى النقطة 59 بفارق نقطتين عن المتصدر الأهلي صاحب 61 نقطة وبهذه النتيجة يؤجل حسم البطل حتى الجولة الأخيرة عندما يستضيف الأهلي النصر في جدة ويحل الهلال ضيفا على هجر في الأحساء يكرم غدا الأحد رئيس الاتحادين السعودي والعربي للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكاراتيه الدولي رئيس اتحاد غرب آسيا الدكتور إبراهيم القناص أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكاراتيه خلال الدورات 3 السابقة وذلك تقديرا للجهد المبذول خلال فترة عضويتهم بالمجلس ومساهمتهم في تحقيق الإنجازات المتميزة والكبيرة للاتحاد وما نتج عنه من إنجازات وأعمال ذات قيمة وأثر إيجابي على نتائج الاتحاد السعودي للكاراتيه على مدار السنوات السابقة اختتمت اليوم بطولة المملكة المفتوحة للسيدات للعبة التنس التي أقيمت خلال الفترة من 8 حتى 10 أبريل الجاري على ملاعب جامعة الأميرة نورة بمشاركة 128 لاعب من مختلف مناطق المملكة ومقيمات من أوروبا وآسيا وأمريكا وانتزعت اللاعبة السعودية يارا الحجباني لقب بطولة المملكة المفتوحة للسيدات بعد فوزها في النهائي بمجموعتين دون رد وشهدت البطولة خلال الأيام السابقة إدارة طاقم تحكيم نسائي سعودي توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر فريق النور بدرع بطولة المملكة لدرجة البراعم في نسختها الخامسة للموسم الرياضي الحالي بعد تغلبهم على مضر بنتيجة 40-26 في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة نادي النور بسنابس ليضيف براعم النور اللقب الرابع لهم في السجل الذهبي لبطولات البراعم لكرة اليد قبل ما أختم بس بكرة إن شاء الله راح يكون عندنا تغطية موسعة لموضوع تحقيق فريق الاتحاد لبطولة البراعم وأيضا فريق النادي الأهلي حقق بطولة البراعم لسن 13 سنة إن شاء الله بكرة راح يكون عندنا تغطية موسعة طارق النوفل قبل ما أختم بس معاك الشباب هل
أعاد التوازن في مسيرته للمنافسة على بطولة الدوري بعد فوز اليوم؟ حدث ما كنت أتوقع في قبل فترة التوقف أن الشباب هو الأقرب، حتى وأن خسر من الاتحاد ذكرت أنه الطريق أمام الشباب أفضل بكثير من الهلال منافسه الأول، وأن كنت أنا الآن دخول الاتحاد هو الخطر الكبير على الشباب أولا ثم الهلال، خاصة وأن الاتحاد في مستوى متصاعد أما الهلال فاستمر في عملية التذبذب. أول شيء نتحمد بالسلام للرئيس نادي الشباب. الأمر الآخر، الشباب اليوم لابد أن نتحدث عن الأمور الغير إيجابية السلبية في الشباب. الحديث عن أمور إيجابية تحدثنا في البداية، أول شيء مباراة هي بنيقة هو نقطة قوة ونقطة ضعف في نفس الوقت. هذا اللاعب مثل ما حدث قدام التعاون، مثل ما حدث قدام الاتحاد، ما أن يكون هناك مدرب فاهم طريقة الشباب يستطيع أن يحجم من هذا اللاعب، هذا خطر كبير على الشباب لأنه هو مفتاح كل شيء يدور في الشباب. الأمر الآخر، لابد أن تنتبه إدارة الشباب إلى ضعف كبير في الأظهرة. إذا لم تكن هناك حلول أمام بنيقة فالأظهرة دائما هم نقطة الضعف في نادي الشباب، وهذا ما أخشاه أنه نفقد الدوري بسبب الأظهرة، وأتمنى كذلك إن شاء الله في الموسم القادم أن ينتبهوا لهذه النقطة. يعطيك العافية، شكرا طارق النوفل، شكرا كابتن فودة. شكرا يا بدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وكل عام والمملكة العربية السعودية بخير وأنتم بخير إن شاء الله، ولنا لقاء بإذن الله قريب إن شاء الله. شكرا كابتن سمير عثمان. شكرا كابتن، بس بقول لي كابتن محمد الشيخ جات لي رسالة دلوقتي من محمود ابني، بعت لي بيقول لي الله ينور يا أبو أشرف كل سنة طيبين. يا ويلك من ام محمود، عاد تقعد وراك لين تشوف قصه ام اشرف هذه ايش؟ هاي قاعد عند كابتن محمد الشيخ خلاص. شكرا كابتن سلطان. شكرا لك ابو بدر، يعطيك العافيه. شكرا محمد الشيخ. شكرا ابو بدر، شكرا للزملاء الاعزاء. بكره نذكركم راح يكون ضيفنا في البرنامج الاستاذ انمار الحايلي رئيس مجلس اداره نادي الاتحاد، بكره الساعه 11 مساء ان شاء الله على الهواء مباشره راح يكون ضيفنا في حوار مطول. أحمد السرحاني آخر رسالة يقول أبو بدر أنت تحاول تثبت أن ضيوفك أحرار في آرائهم وأنه ما يملى عليهم، بس الواضح أن العكس وأنت بتكرار الموضوع تثبت أنه موجود هذا الشيء. يعني يا أحمد حلفتك بالله، اللي مقتنع بشيء والله ما يتغير، يعني هو مقتنع أن البرنامج هذا مع النادي الفلاني وضد النادي الفلاني، لو فتحت راسه قلت له افهم ما راح، خلاص هي صبة تليس تصبح على خير.